السيارات من توي جوف. أبو خالد هلا. الله يسلمك. الله تقدر انك تشتري اي شيء. اي صحيح. والله احنا ما عندنا. وهذا يوم بحال كل المخيمات بصراحه للاسف نقول هذا الشيء. كلها هن بالمخيمات معاناتهم وحده. هذا انا عندي ثلاث معوقين والله هاي التقارير مالتهم. اي اعرف. ابني النوبه حتى عمليته والله العظيم ما سوى. احنا بدنا نطالب هسه بموضوع الرعايه الاجتماعيه لمحافظه نينوى اطلاق هذه الدرجات يحل هاي المشكله. بالنسبة لقضية الوظيفة والعمل والله يعني أنا شغلني هلا أكو أرامل وأكو ناس بعد داعش فقدت كل شيء. هاي بار 14 نفس استلمتها منين؟ هاي ما استلمت هاي بات الشخصية جبتها من البيت ما انطوني هنا ما سلموا لي. شوف كتب عليها تم التجهيز عندي نقص جولة وترمز وقرار كتب عليها تم التجهيز. خلي شوفون المسؤولين وأنا واحد من عندهم طبعا أيضا مسؤول ما أتخلى عن مسؤوليتي بس وزارة الهجرة هي المعنية رقم واحد. الأموال تصرف في ميزانية الدولة العراقية لهذا الشعب ولهاي النازحين. ما مستلم 14 نفس هذا واقع صار له سنة بهذا المخيم. 14 صار لي سنة هنا. ما مستلم والشولة جايبها من بيته. هاي الفراش مالي شوفوا. والفراش شغل إيده. شغل سيفون. زين ذولا شلون حقهم عليه من؟ أنا أطالب باسم كل هؤلاء النازحين. وأنا أيضاً عضو مجلس محافظة باسم مجلس محافظة نينوى. وزارة الهجرة أن تتحمل مسؤوليتها وتوصل المبردات وتوفر الماء صالح للشرب والإغاثات الإنسانية للإيواء. هذا ايش قد قيمته؟ كلهم شرايبين. اي صانيتي وتعبي نعم فالي كلهم ماني مطلوب منها اي شرايب. وديتهم للمستشفى؟ ودينا هي ما يدرون بالنها. ليش؟ ما يدرون ما حد يدرون بالنها. شلون؟ هذا من 6 4 الى حتى دقيقة. وين الشرايب يسوون؟ بيا مكان يعني؟ بنت هي بصفحة الدوري اذا تعوقت. زين هذا المستشفى اللي موجود العذبة. على برا مو؟ لا العذبة ما حد حنا عليه. ما حد سوى لنا حالة عليه. شوفني واضحة 100 شرايب. مو قد يكون يعني خلينا نقول فوق بطل ثلاث أطباء، يحتاج مستشفى تخصص، جراح خاص، يجوز. في مخيمات الجدعة، المدرج والخامس، السادس وبقية المخيمات، هناك حاجة ملحة جدا لإيصال المبردات، لأن الخيم البلاستيكية جدا حارة ومؤذية، عندهم المرضى والمعاقين، شهر رمضان مقبل عليهم، بحاجة أيضا إلى زيادة الحصة المائية اللي تصل للمخيمات، خاصة مخيم المدرج. هناك شكوى مقدمة من النازحين أن هناك تلاعب بالحصة الموجودة داخل السلة الغذائية المقدمة من قبل وزارة الهجرة، وبالذات يقولون أن هناك نقص في مادة الحليب ومادة السكر. أرجو فتح تحقيق من الجهات المسؤولة، وأنا بدوري سأقدم تقريري إلى مجلس المحافظة ونرفعه إلى وزارة الهجرة، وكذلك نقص مادة الزيت وبشهود عيان موجودين يقولون الكرتون هناك يعني تلاعب بهذا الكرتون. نريد نتأكد من هذا الموضوع ونحاسب المقصر.